ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنت معاكم فيه. بصوا بقى، انا عايزه الفيديو دوت يوصل لاكبر عدد من اللايكات، واللي اول مره تشوف قناتي يا ريت تشتركي فيها وتنوريني. وكمان ما تنسيش بقى تكتبي لي كومنت حلو زيك كده. ويلا بينا نبدا يومنا بالصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصوا، النهارده اليوم حلو جدا، تفاصيله حلوه قوي، عايزاكم كلكم كده تباركولي وتهنوني. اللهم لك الحمد، ربنا كرمني وخلاص جبت غسلت الاطباق اللي انا يعني بقالي كتير قوي بحلم بيها. فيا رب عقبالكم كلكم، كل اللي نفسه فيها ربنا يكرمه وتجيبها، وكل اللي نفسها في اي حاجه ربنا يكرمها كده وبتجيب كل اللي نفسها فيه. فعايزه اقول لكم ان انا مبسوطه قوي وفرحانه جدا. الحمد لله، الف حمد الحمد والشكر ليك يا رب. بص بقى، اول ما صحيت كده ابتديت ان انا اعمل فطار خفيف كده، اللي هو الكحك والبسكوت وكوبايه النسكافيه بتاعتي، وفطرت فطار خفيف كده تمام. وبعد كده دخلت على غرفه الاطفال لاني كنت عايزه اغير لها الفرش بتاعها. عايزه اقول لكم ما جيتش جنبها، يعني اساسا الملايات والفرش بتاع العيد زي ما هو، فخلاص بقى قلت كفايه كده. يعني انا من طبيعتي بحب افرح شويه بفرش العيد، مش عارفه ليه مش بحب اشيله بسهوله كده. فدخلت بقى النهارده او بروقها وبكنسها وبسوي الملايات، بس اللي ما غيرتهاش يعني وكده، كنت فرحانه بقى بالحاجه بتاعه العيد. المهم ان انا خلاص بقى هغير الفرش النهارده، ودخلت بقى كده نفضت الشباك الاول، وكمان بالريشه مشيت على الشباك ومشيت على السراير. وبعد كده هبتدي ان انا اغير الملايات بقى بتاعت السرير، واكنس بقى الغرفه، واذا كان في مفارش هتتغير تمام. يعني هظبط بقى الغرفه كلها، اي حاجه محتاجاها انا هعملها. تعالوا بقى نرغي شويه ونتكلم في شويه نقط كده مهمه كده هقولها لكم، عشان اللي داخله مثلا او ناويه ان هي تشتري الغساله او حاجه تحط كل الحاجات اللي انا هقولها لك ديت قدامك كده. اول حاجه، بصي يعني اعرفي كل الانواع حطيها قدامك كده. لو يا سلام بقى لو هتجيبي اجنده كده وتكتبي كل الانواع اللي قدامك اللي انت محتاره ما بينها بتاعت غسالات الاطباق كده كلها، حطيها قدامك كده وشوفي مميزات وعيوب كل نوع، وشوفي تجربه ديت في النوع ده وتجربه دي في النوع دوت وتجربه دي بس بعد الاستخدام. شوفي كل التجارب، كل واحده هتفيدك بايه، او كل واحده هتنصحك بايه، او كل واحده هتقولك ايه، وحطي كده تحتيها كل واحده عيوبها ومميزاتها. بعد كده ببتدي بقى ان انا ايه اقول احط قدامي يعني ايه المواصفات بقى اللي انا عايزاها بالظبط في الغساله اللي انا عايزاها بالظبط، ايه هي هتكون مواصفاتها. جمعت كده والله، كتبت كده ورقه بكل المواصفات اللي انا عايزاها. طيب انت عايزه ايه؟ انا عايزه حاجه تكون موفره في الكهرباء، تكون الكهرباء بتاعتها ايه. انا عايزه حاجه يكون فيها نص حموله، ان انا لو في يوم ما عنديش مواعين كتير ما يعني ما شغلش الغساله كلها. عايزه حاجه تكون السنون بتاعتها بتتني، بحيث ان انا عايزه احط حلل هحط براحتي، عايزه ارفعها احط اطباق احط براحتي، عايزه حاجه تكون مساحتها كبيره، عايزه حاجه تكون التوكيل بتاعها حاجه محترمه، خدمه ما بعد البيع تكون حاجه محترمه، عايزه حاجه تكون قطع الغيار بتاعتها تكون متوفره، مش لو اي حاجه لا قدر الله فيها مش هلاقي القطع بتاعتها عشان هي مستورده من بره، او مش موجوده القطع بتاعتها هنا في مصر او كده. لا، كنت بدور حاجه التوكيل يكون حاجه محترمه، الخدمه بتاعت البيع بعد البيع وقت ما احتاجهم الاقيهم. فحطيت كل الحاجات ديت وحياه ربنا كتبتها كده قدامي في ورقه، وقلت انا عايزه كل الحاجات ديت الاقيها متوفره في حاجه. لقيت ان كل حاجه، يعني حطيت كام نوع كده قدامي، كل حاجه الاقيه ساقط منه حاجه، كل نوع الاقيه واقع منه حاجه او حاجتين. طيب هنا هرسى على ايه؟ رسيت على الاخر ان انا كل المواصفات ديت متطابقه في غساله تورنيدو. تورنيدو توشيبا طبعا خدمه ما بعد المبيع حاجه محترمه جدا وغنيه عن التعريف، فدي اللي انا استقريت عليها ورثت عليها. عايزه اقول لكم غسالات الاطباق قليله، يعني مش قليله، هي تعتبر مش موجوده دلوقتي خالص، لان الاستيراد زي ما انتم عارفين الاستيراد واقف، وان في مشاكل كثيره قوي من ساعه الاستيراد واقف يعني. وعامه فالاستيراد لما وقف طبعا ما بيستوردوش اي اجهزه، فالاجهزه قليله جدا جدا، وغسالات الاطباق تعتبر مش موجوده خالص، فلو ممكن تنزلي اماكن كبيره قوي وما تلاقيش اساسا غسالات. ف انا دورت كتير ولفت كتير عبالا ما لقيتها، وعايزه اقول لكم ان انا كنت خلاص يئست ان انا خلاص مش لاقيه النوع اللي في دماغي والحاجه اللي انا عايزاها.
والله بجد، ويشاء القدر ان انا في يوم قلت خلاص انا هنزل النهارده، اللي هلاقيه ايا يعني النوع اللي هلاقيه، خلاص انا مش لاقيه بقى النوع اللي انا في دماغي وفي اللي انا عايزاه، اللي هلاقيه بقى هجيبه وان شاء الله يطلع حلو. والله صليت قبل ما انزل كده ودعيت ربنا ان ربنا يوفقني للاحسن، ونزلت سبحانك يا ربي. ان انا اساسا نزلت ايه، خلاص انا الانواع اللي قدامي هختار ما بينها، فببص لقيته ان انا بسأله على تورنيدو، بيقول لي اه تورنيدو وصلت، وصلت وفي المخازن. ف يعني انا بقيت فرحانه جدا جدا، يعني كانت اكتر حاجه مفرحاني ان انا في نوع في دماغي ومش لاقيه خالص، او يعتبر الغسالات اساسا مش موجوده ونازله اجيب اي حاجه موجوده خلاص، وبص الاقي النوع بيقول لي هو وصل المخازن وهتستلميها وكده. وبقيت والله بقيت اساله كذا مره، هي بجد وصلت؟ هي بجد؟ ما بقتش مصدقه. فمليت البيانات، كنا جايباها من بيتك، مليت البيانات وكده، واستلمناها فعلا بالفعل. تاني يوم عايزه اقول لكم فرحتي بيها ما تتوصفش بجد. اتصلت بالشركه عشان خاطر تركبها لي، قالوا لي تمام هنيجي تاني يوم، بس جهزي لنا الملح وجهزي لنا الزيت وجهزي لنا المسحوق بتاع الغساله. فطبعا المسحوق يعتبر، انا المسحوق غسالات الاطباق مش هتلاقيه، مش يعني مش هلاقيه في اي محل منظفات، لازم انزل هايبر عشان خاطر الاقي المسحوق، يا اما هطلبه اونلاين. انا بصراحه كان في دماغي امازون، لان امازون يعني برضو من الفتره اللي فاتت، عشان كنت يعني مهتميه قوي بالموضوع، وبقالي فتره مهتميه قوي بالموضوع، فيعني اكتسبت شويه معلومات كده، فعرفت ان امازون اكتر حاجه بتعمل عروض على المساحيق بتاعت الغسالة، اوفر حاجة، وان المسحيق يعني فيها هناك حلوة قوي وكده، وتطلبيها بتجيلك يعني على طول. فانا بعد ما كنت هطلبها في امازون، لقيت ان الشركة بتقولي احنا هنيجي نركبها لك تاني يوم على طول، فقلت لا خلاص ممكن بعد كده فيما بعد ابقى اطلبها من امازون، بس هنزل النهاردة عشان اكتسابا للوقت انزل الهايبر اجيب المسحيق. وفعلا نزلت على بالليل كده وجبت المسحيق، كنت فرحانة قوي وكنت مبسوطة قوي بقى، لان خلاص اخيرا نازلة بقى اجيب المسحوق بقى بتاع الغسالة، والغسالة هتشتغل وهرتاح بقى من غسيل المواعين وتشطيب المطبخ والوقفة في المطبخ بالساعة، عشان خاطر بقى لي من المواعين وشطبها ومش عارفة ايه، وخلاص هرتاح من كل ده. بص الاول شكل غرفة الاطفال اللي هم بارك، غيرت لها الملايات وكنست الارضيه ولمعت كل حاجه، والاوضه بقت اللهم بارك زي القمر. طبعا احتفالا بقى بغسلت الاطباق، طلبنا غدا النهارده من بره بقى، يعني بصوا بقى فرحتنا، فرحتي بقى انا النهارده بقى بوصولها وبتركيبها بقى، يعني ايه الفرحه فرحتين. فقلت لا النهارده بقى هنجيب اكل من بره احتفالا بقى بغسلت الاطباق. فجبت بقى من سيد كبده، سيد كبده ده يعني العشق بتاع الاكل بتاعي، اللي هو يعني الرغيف المشكل ده، اللي هو هو مش بيبقى سمين زي ما انتم متخيلين، هو انت اساسا احلى حاجه فيه ميزه فيه اللي انت بتطلبيه بيحطولك في الرغيف، بتلاقيه لحمه وسجق وكفته، لحمه وسجق وكبده وكفته. تمام. وممبار بقى، يا خرابي على الجمال والريحه، اكله اساسا تحفه تحفه بالامانه الرغيف المشكل ده. بس كده، وبيحط لي بقى معاه عيش، وبيحط لي معاه سلطه خضراء وسلطه طحينه ومخلل، تحفه بالامانه. فيعني انا قلت بقى مش هعمل اكل النهارده، انا يعني احنا بنحتفل بقى النهارده، والنهارده بقى بصوا انا عايزاكم كلكم يعني بصوا تباركوا لي النهارده في الكومنتات على الغساله. ده شكل الاكل بقى، نقعد ناكل. وبعد الاكل قلت بقى كمان هنعمل رز بلبن بقى، احنا ما عملناش غدا النهارده وما وقفناش في المطبخ، فهنعمل بقى ايه، هنعمل رز بلبن بقى، ايه حاجه حلوه كده برضو احتفاليه الغسيله. طيب عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا بقى كنتوا بتفضلوا تقولوا لي الفتره اللي فاتت ايه، هو انت ما قفلتيش تقفيله المطبخ بتاعت اللي هو التقفيله الجديده اللي هي اللي تحت الرخامه بتاعت الحوض، ليه ما قفلتهاش لاخر الحيطه؟ كنتوا بتفضلوا تسالوني انت ليه سبتي في الاخر فاضي وما قفلتيش لاخر الحيطه. اي انا ما قفلتش لاخر الحيطه عشان كنت سايبه مكان لغساله الاطباق. طبعا الافضل وانت واقفه على الحوض ان الغساله تكون على يمينك، بحيث ان انت تطلعي الاطباق من الحوض وترصيها على في الغساله على ايدك اليمين. فانا كنت مخليه المساحه اللي على يمين الحوض لغساله الاطباق، وطبعا بتاع المطبخ واخد المقاسات وسايبه المقاسات، واخد مقاسات ان هو يسيب المساحه بتاعه الغساله في واخد المقاسات وبعديها يبدأ يقفل. فانا كنت واخده يعني المقاسات بتاعه الغساله وسايبه لها مساحه في المطبخ عندي، وانا بأسس المطبخ يعني وكده، يعني ساعه ما قفلت الالموتال وكده. تمام.
وكمان برضو بتعملي لها وصله في السباكه، الوصله بتاعه الحوض من تحت بتعملي لها فتحه برضو، يبقى بتبقى حنفيه وتبقى الصرف بتاع الغساله ديت اي سباك يعملها لك في الصرف بتاع الحوض بتاعك ما فيهاش اي مشكله. تمام تمام عملت بقى الرز بلبن القمر دوت، طبعا كوبايه رز على كيلو لبن على القشطه على السكر والفانيليا، ودوبت شويه نشا كده، و اللهم بارك، بيطلع بصوا طعمه حلو قوي، وانا بحب اللي هو يبقى كريمي كده، مش بحب اللي هو كميه اللبن تبقى قليله او اللي هو يمتص اللبن قوي ويبقى ناشف كده، لا انا بحبه يبقى كريمي كده واللبن كتير فيه ولسه بيتماسك شويه اكتر من كده، وبحب اللي انا اكله سخنه قوي، مش بحب بصراحه اللي انا اسقعه في التلاجة وناكله بعد كده. انا ما بعملوش بالمكسرات عشان خاطر البنات عندي بيشيلوا المكسرات من على الوش ويرموها وبعد كده ياكلوا الرز باللبن، فخلاص بقى ما بقتش اعملها يعني بالمكسرات وبسيبه بس ايه ساده كده. عايزاكم بقى كلكم في الكومنتات اللي عندها بقى معلومه بقى في الرز بتاع الغساله، في احسن مسحوق، في بصوا اي واحده عندها بقى معلومه كده تفيدني بيها فيها بيها يعني في الكومنتات تحت، وعشان بقى ايه خاطر استفاد بقى منكم كده ومن خبراتكم كلكم في الغساله. تمام ادي الرز بلبن اهو اتجهزته كده، اللهم بارك طلع لي الصينيتين الحلوين دولت وبس كده. بصوا بقى ده شكل الغساله اهوت، غسالة اطباق تورنيدو 12 فرد و8 برامج. تمام سايباها بقى هنا، هنبدأ دلوقتي عشان خاطر هندخلها المطبخ عشان المهندس اللي جاي من الشركة كان خلاص يعني يعتبر كان على وصول، يعني هو كان متابعنا بالتليفون وقال لنا يعني على الساعة اللي هيجي فيها وكده، فابتدينا اللي احنا هندخلها بقى المطبخ ونجهزها قبل ما هو يجي. طيب هقول لكم بقى هو لما جه عمل لي ايه. هو لما جه طبعا فعل الضمان دي اول حاجه، وكمان شغل لي الغساله وعلمني عليها وفهمني كمان الغساله بحط ايه هنا وبحط ايه هنا، وفهمني يعني في الغساله من جوه طريقه الرص وبيترص فيها ايه بالظبط، وكمان حط لي الملح ودوب لي الملح بميه، قال لي عشان اول لسه اول استخدام لازم ندوب الملح مع الميه، وحط لي بقى الملح على الميه بس طبعا انا كنت جايبه كيلو ملح، وهو قال لي لا الغساله بتحتاج كيلو ونص ملح، فانا لسه هحتاج نص كيلو كمان من الملح، هنزل لسه اجيبه تاني بقى واكمله. قلت له طب انا لما اجي احط نص كيلو ملح ده هحتاج ان انا احط ميه معايا؟ قال لي لا خلاص انا حطيت لك الميه، انت بس هتزودي النص كيلو ملح كمان. تمام اديني دخلتها له هو المطبخ وجهزتها له، وطبعا زي ما قلت لكم السباكه بتاعتها جاهزه والصرف بتاعها جاهز والحنفيه وكل حاجه هي جاهزه على التركيب. طيب هوريكم لما نزلت الهايبر جبت مسحوق ايه ليها. جبت المسحوق بتاع لودفيك. تمام فهم علبتين كده من المسحوق بتاع لودفيك، ده المسحوق بتاع غساله الاطباق، ومعاهم كمان الملمع او الزيت بتاع لودفيك، يعني هم الثلاثه نفس النوع، علبتين مسحوق والازازه بتاعه الزيت. تمام انما ما لقيتش من اللودفيك الملح، لقيت الملح متوفر منه فيبا، فقلت مش مشكله جبت بقى الملح نوعه فيبا، وجبت كمان الازازتين ومعاهم ازازه الملمع، بس زي ما قلت لكم هو قال لي لا هنحتاج نص كيلو كمان من الملح لان العلبه دي كيلو، وزودها بالميه وعملها في التانك بتاع الملح، بس قال لي هنحتاج نص كيلو كمان، فقلت خلاص انزل اجيب علبه كمان وابقى ازودها انا بقى ايه مع نفسي وكده. ده من اول جديد؟ لا خلاص اتفضل. طب انا شغلت الباور من هنا كده من اول زرار. تمام. دي برامج الغسيل اللي انا هختارها. تمام كده؟ تمام. ده اول برنامج، ده برنامج ايكو وبرنامج اقتصادي اشتغل معاه على ربع ساعه. طيب. برنامج سريع بمعنى صح، نفس الكلام البرنامج اللي بعد منه برنامج بيقعد معايا ربع ساعه. تمام طيب. ماشي اللي بعد منه ده برنامج اقتصادي بيقعد معايا 20 دقيقه 30 دقيقه. تمام طيب. ده البرنامج الايكو برنامج اقتصادي، بس اقتصادي في مرحله التسخين مش في مرحله الوقت، الوقت كبير. تمام طيب. ماشي وده عاده اللي انت هتشتغل عليه. ويعني ايكو ده هو يعني اقتصادي؟ اقتصادي بيقلل كميه بيقلل درجه الحراره عشان الهيتر لما بيشتغل بيسحب درجه حراره عاليه فبالتالي بيستهلك الكهرباء. اللي بعد منه ده برنامج 50 دقيقة، عايز اشتغل عليه برضه ممتاز مش مشكلة. يعني الايكو ال 50 أفضل حاجة. اللي بعد منه ده الكاسات، لو عايز تغسلي كاسات. تمام. دي الشوك والسكاكين. تمام. ودي الأواني الكبيرة. تمام. تمام كده؟ تمام. طيب، الزرار اللي بعد منه ده بختار منه الوظائف الخاصة. ده الرشاش اللي فوق. ماشي؟ ده الرشاش اللي فوق، معلش أنا آسف. وده الرشاش اللي تحت. تمام. ماشي؟ دي الحاجات الخاصة بالأطفال. ماشي؟ اللي بعد منه ده
لو انت مثلا عايزه تزودي نسبه التعقيم، ماشي. اخر حاجه دي لو عايزه تعملي تزودي نسبه البخار في قلب الايه الغساله، تمام، ماشي. في اي مشاكل لحد كده؟ لا بس بتختاري البرنامج وبتدوس ستارت وخلاص الموضوع خلص. ستارت فين؟ اهو ادوس عليه اول زرار. تمام اهو، دي علامة دي بتاع الملح. كده غندة الملح قايدة معايا كده، كمية الملح قليلة كده، محتاج ملح تاني. طب فين فين علامة الزيت؟ والزيت جنب منها على طول، مطفية مطفية عشان الزيت خلاص الكمية بتاعتها اتغلت. تمام، ودوت الوقت اللي هي هتقعد عليه صح؟ وده الوقت اللي هي هتقعد عليه. عايز اوقف اوقف كده عادي والغي. بتتلغي من هنا؟ اهو دوس تشغيل تاني. تمام، تمام. عايز اغير البرنامج، اغيره. اخترت مثلا برنامج الربع ساعة كده عشان ابدا ادور على السريع كده وخلاص. زي ما انتوا شفتوا كده بقى، هو علمني على الغساله، وطبعا قبل ما يعلمني على الغساله كان قبليها بيوريني كمان طريقه الرصد في الغساله من جوه، وقال لي احط فين الاطباق، احط فين الحلل، والمعالق بتتحط فين، وايه اللي بيدخل الغساله، واخلي بالي من ان الملح ما يقعش في الغساله من جوه. وكمان قال لي تحطي بس معلقه ممسوحه صغيره من المسحوق. وقعد بقى يفهمني في الغساله من جوه وطريقه الرصد كده. وبعد كده استخدم نص ازازه الملمع، انما الملح زي ما قلت لكم. هو قال لي انت كده مش هتحتاجي الملح والزيت دوت الا كل فتره، وقال لي وراني العلامه بتاعته لما الغساله بتكون محتاجه ملح او زيت، وراني العلامه اللي هتظهر لي، بس طبعا مش هحتاجهم الا كل فتره. هو الاساسي معايا هيبقى المسحوق او الاكروس، فلسه انا هشوف انا هرسه على ايه. ممكن مثلا اجيب اكروس برضو مع المسحوق ابدل فيهم، لان لقيت ان كتير قوي بيشكروا في الاقراص يعني وكده، فلسه برضو ايه انا لسه يعني ايه لسه هنشوف الدنيا برضو فيها ايه، ولسه هنزل تاني هجيب بقيه الملح وهشوف برضو الاكروس يعني وكده. تمام، طبعا هو سابها لي شغاله على دوره 15 دقيقه اللي هي تجربه، وبتشتغل على الفاضي اول مره كده اول غسله، وهبتدي بقى ان انا اشيل الكرتون، وطبعا ختم لي الضمان وشغل لي بقى الضمان. والحمد لله الحمد لله، الف حمد وشكر ليك يا رب يا رب. كل اللي نفسه في اي حاجه ربنا يكرمه بيها، واللي نفسه فيها يجيبها. عايزاكم بقى تدعوا لي دعوه حلوه كده من قلوبكم، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد. باي باي.